فيني تجري تخط المساء وترسم بالصدق وجه النهار كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار لتجلو الظلام وتمحو الغبار. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان طابت أيامكم بكل خير وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي أسرتي والذي يأتيكم مباشرة على قناة زاد العلمية. إذن في هذا البرنامج كالمعتاد نناقش قضايا أسرية متعددة، نفتح فيها المجال أيضا للمشاركة معنا من خلال أرقام التواصل، شاركونا بالسؤال وأيضا بالإضافة من خلال هذه المداخلات. اليوم حلقتنا مشيت لها أيضا نتحدث فيها عن موضوع أسري، وعلى الموضوع جاء بعض طلبات عديدة للتحدث عن هذا الموضوع، وإن كان الموضوع راح يسبب شيء من القلق لدى الطرفين سواء الزوج أو الزوجة، لكن من الواجب أن نتحدث عنه ونفتح به بعض الملفات وأيضا نحاول أن نزيح بعض الشائكات حول هذا الموضوع. موضوعنا اليوم عن التعدد بين الأزواج والزوجات، ومن خلال هذا الموضوع راح إن شاء الله نفتح فيه المجال كما ذكرت للمشاركة معنا في هذه الحلقة. رحبوا معي ابتداء بضيف أسرتي الدائم الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي مدير لجنة إصلاح ذات البين بمدينة جدة. حياك أبو حمزة. حياك الله، أهلا وسهلا بك وبإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات. اليوم خايف ولا؟ أنا الحقيقة أتمنى لزوجتي هذه اللحظة نوما هادئا سريعا إن شاء الله. واسر. طيب إن شاء الله إحنا نقول الموضوع وإن كان شائك، لكن كما ذكرت أبو حمزة أنه الموضوع لابد أن يطرح حتى نفتح فيه بعض الجوانب سواء الشرعية أو حتى الجوانب التربوية. أولا خلينا نبدأ مع السؤال الأهم في هذا الموضوع، ما حكم التعدد؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على الداعي إلى رضوانه سيدنا حبيبنا قائدنا قدوتنا إمامنا معلمنا هادينا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله. أثني بالتحية لك أخي صهيب والإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله أن يكون هذا اللقاء لقاء ماتعا نافعا، وأن تمر هذه الحلقة بسلام علينا جميعا. في الحقيقة يعني كان هذا الموضوع وعدناه لأختي لنا سألتنا في الحلقة المنصرمة عن قضية التعدد، وأصبحت بالنسبة لها قضية شائكة كبيرة في حياتها، وأرادت أن تسجلي هذه القضية قضية التعدد، وحسن فعلت يعني، ونحن إن شاء الله يعني استجبنا لطلبها، وهذه قضية نحتاج أن نتكلم فيها كثيرا وكثيرا، لأن هذه القضية شوهت كثيرا واستخدمت في حياة بعض الناس في الحقيقة بطريقة خاطئة، فنتج من ذلك هذا النفور الشديد من كثير من النساء بل من جميع النساء. التعدد في الحقيقة هو قضية ينبغي أن نفهمها جيدا، وهي قضية شرعية، حكم حكم الله عز وجل به، وأحكام الله تبارك وتعالى تدور بين الرحمة والحكمة، وبين العلم والحلم، فالله سبحانه وتعالى لا يحكم ولا ينزل من أحكام إلا ما فيه خير للناس في الدنيا والأخرى. جميل. فهو قضية ينبغي أن ننتبه إلى هذه القضية الخطيرة، وهي قضية شرعية، حكم شرعي الله تبارك وتعالى أنزله في كتابه وأظهره صلى الله عليه وسلم في واقعه وفي أحاديثه. إذن لابد أن نأخذ القضية بهذا التسليم، إن أخذناها بهذا المنظور الإيماني لم يكن لها في قلوبنا ذلك الأثر الكبير والخطير. إذا أخذناها أنها شرع من شرع الله، حكم من أحكام الله تبارك وتعالى، ينبغي علينا أن نسلم الأمر لله عز وجل، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، نحن عبيد لله في كل حال. جميل. والله تبارك وتعالى يبتلينا في هذه القضية، في قضية تعدد الزوجات، يبتلي الرجال والنساء، يبتلي الرجال بالعدل ويبتلي النساء بالصبر، فهو ميدان كبير للنساء يصبرن فيه على ما يمكن أن ينالنا منه من التعب النفسي والأثار وغير ذلك من الأفعال والتصرفات، ويكون بها الأجر العظيم والثواب الكبير من الله تبارك وتعالى. فهي تبتلى في قضية الصبر على هذه القضية، أو تصبر أم لا تصبر. قضية أن المرأة لا تحب هذه القضية، لا تحب أن يعدد زوجها عليها، لها هذا، لا تلام عليه، لا تثرب عليه،
لكنه ما يدخل في جانب رد الحكم لكن الشرعي. القضية الخطيرة أن تطعن في حكم الله أو أن تنتقص حكم الله أو أن تكره حكم الله تبارك وتعالى. تكره أن يقع هذا عليها لا بأس، لا تلام عليه على ألا تتكلم بكلام يوبق دنياها وأخراها. لكن قضية أن يطعن في الحكم الشرعي، يطعن في عدل الله تبارك وتعالى أو في حكمة الله في هذه القضية، هنا الخطورة التي ربما تهلك الإنسان في دنياه وأخراه. ولذلك أنا أقول لا يمنع المرأة أن تكره الشيء أن يقع عليها، لكن لا تكره الحكم الشرعي بصفة عامة، لأنها لو كانت هي في حال آخر لرضيت به، وسنأتي على هذه القضية بعد قليل إن شاء الله. جميل. إذن نقول الحكم الشرعي الذي سألت عنه في قضية التعدد هي قضية مباحة، قضية مباحة. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. جميل. فهنا الأمر للإباحة، الإنسان الذي يرى أنه أهل للتعدد فيباح له أن يعدد، يباح له أن يعدد في نسائه. ممتاز. لكن بشروط وسنأتي عليها بإذن الله عز وجل. جميل. طيب مع الإباحة الموجودة في حكم التعدد، من شوه التعدد؟ هذا إذا تشوه. لا شك أنه تشوه كثيرا وكثيرا، يعني تشوه التعدد من أصناف شتى. أول من شوه التعدد بعض المعددين، يعني النماذج القبيحة في واقعنا شوهت وشانت هذه القضية بالتصرفات، يعني بالتصرفات عندما يتزوج الإنسان فيميل كل الميل إلى إحدى زوجته، إما يميل الأخرى. إما يميل للجديدة وهذا أكثر، ويظلم ويحيف على الأولى، والأولى عندما تنظر إلى الحيف الذي وقع عليها تكره التعدد، تقول والله ما جاءني منه إلا الخسران والنكران والجحود والكنود والظلم من زوجي. فتكره قضية التعدد. أيضا النماذج السيئة في الواقع يا أخي الكريم، عندما بعض يميل للزوجة الأولى يعني يكتشف أن الزوجة الجديدة، يبدأ يقارن بالله، يكتشف أن الزوجة الجديدة ليست التي كان يحلم بها ويتمناها وتشهاها ويرى أنها المتعة الجديدة واللذة الجديدة، ويعلم علم اليقين من خلال الممارسة والواقع أن زوجته الأولى هي الأعرف به والأدرى بمصالحه والأرفق به والأكثر حنوا عليه، فيميل إلى زوجته الأولى ويحيف على الثانية. هذه النماذج القبيحة في الواقع في الحقيقة هي شوهت قضية التعدد، وأصبحت الفتاة عندما يقال أن الزوج سيعدد عليك خلاص القضية محسومة سلفا. الصور القبيحة تسقط أمام عينها مباشرة، يسقط هذه النماذج تسقط على واقعها، وتقول أنا سألقى ما لقيت فلانة وسيقع عليه في حياتي ما وقع على فلانة، فبالتالي ينقبض قلبها وتكره، لأن الذي طبق التعدد في الحقيقة أو عدد ولم يعدل ولم يأتي بالشروط الشرعية حاف وجار. هناك كثير يعني مع الأسف ممن شوهوا التعدد، لكن الصورة العامة الموجودة أنه الكثير الأكثر الأغلب، يعني مستحيل يوم من الأيام أنا أقول أن التعدد إذا بهالنظرة أنه التعدد بيكون إيجابي أو جميل أو أنه حسن. التعدد أخي الكريم لا نستطيع، ليس عندنا استقراء كامل كامل، استقراء واقعي أو إحصائي إجرائي كم نجح وكم لم ينجح، يعني لا نستطيع أن نجزم بهذا. القضية صعبة وتحتاج إلى تحقيق وتدقيق ومراجعة لهذه النماذج وهذه الأرقام، لكني أنا أقول في الواقع القليل من السوء كثير، لأنه اعتادت أنظار الناس أن ينظروا إلى البقعة السوداء في الثوب الأبيض. ودائما دائما الذي يسيء في هذه القضية لا يسيء إلى نفسه فقط، إنما يسيء لشريعة الله تبارك وتعالى، ويصبح فتنة للناس في هذه القضية. جميل. إذن هذا الصنف الأول ممن شوهوا قضية التعدد، النماذج السيئة في الواقع، إما أن يجور هنا أو يجور هناك. الصنف الثاني الذي شوه هذه القضية أو هذه السنة النبوية أو هذا الحكم الشرعي بعض وسائل الإعلام، إلا ما أقول أكثر وسائل الإعلام. كيف؟ وسائل الإعلام التي تأتي من خلال مسلسلات وتمثيليات وأفلام، وتري الناس أن الذي عدد على زوجته أو تزوج عليها كانت النتيجة الحتمية فساد الحياة الأسرية، الخيانة الزوجية، تشرد الأولاد، المشاكل والخلافات والمشكلات والخلافات الزوجية التي لا تنتهي، عدم الاستقرار في المسلسلات والتمثيليات والأفلام، أو بعض يعني المغرضين من بعض الإعلاميين في الحقيقة يكره هذه القضية فأصبح يشوهها ويأتي بنماذج قبيحة. ولا شك أن لهذه المسلسلات والأفلام ووسائل الإعلام تأثير قوي للغاية في قبول الناس أو رد الناس لها. جميل. أيضا من الأشياء التي شوهت التعدد هو في الحقيقة هذا الغرب الكافر المنافق، الغرب المنافق بكل ما تعنيه الكلمة. يعني هناك ازدواجية في المعايير في الغرب، فتجده يقر المثلية
يقر المثلية ويشرعنها ويجعل لها قانون ونظام في البلد، لكن في المقابل يجعل قضية التعدد قضية مخالفة للقانون والنظام وتصبح جريمة لا تغتفر ويعاقب ويحاسب بها الإنسان. وقد وقع في هذا، لا أقول في بعض بلاد الكفار، حتى بلاد المسلمين، يعني بعض بلاد المسلمين كان القانون السائد الذي يحكم به البلد يمنع التعدد، يمنع التعدد ويصبح مخالفة للقانون والنظام. ولذلك في هذا البلد، ولا داعي لذكر اسمه، عندما علمت إحدى النساء أن زوجها تزوج عليها، وشت به في الشرطة وقالت أن فلان له زوجة، فجاءوا إليه، يعني قضية مخالفة إجرائية للنظام جنائية، نعم، يعاقب بها ويحاسب عليها، فجاءوا إليه وقبضوا عليه، فوجدوا المرأة عنده، فقالوا من هذه؟ قال لهم هذه عشيقتي، فقالوا ما دمت عشيقتك نأسف نعتذر، نعتذر. النظام يسمح، انظر كيف أحلوا الحرام وحرموا الحلال، انظر إذا هل الموازين المزدوجة، يعني أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هذا هو الغرب الفاجر المنافق الذي يشرعن الفساد والباطل والسوء ويسمح به، نعم، ويمنع الحلال الذي أحله الله عز وجل، مع أن قضية التعدد ليست فقط في الإسلام أو في شريعة الإسلام، حتى في الأديان السابقة، الأديان السماوية، اليهود والنصارى، التعدد موجود. يعني داود وسليمان كان لهم يعني زوجات كثر، وكان لداود 90 امرأة كما ورد، وأيضا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء كان له زوجتان، هاجر وسارة، وكان ليعقوب في 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 عند اليهود، يعقوب كان له زوجتان، كان له أم ليوسف وبنيامين، وأم أخرى للاثني عشر سبط الآخرين. يعني ليست فقط في ديننا أو في سنتنا، موجودة أو في من السابقة، موجودة في الأديان السابقة، لكن الغرب الآن بإعلامه الكبير والخطير والمؤثر، وهذا المكنة الإعلامية العالمية في الحقيقة حاربت قضية التعدد، ووجدوا منا من يحمل هذه الراية، وجدوا من المسلمين من يحمل راية منابذة هذه السنة وهذه الشريعة، وأصبحوا يشنشنون عن بطرق كثرة، إما بنظامية وإما بإعلامية أو اجتماعية، وأشانوا وشوهوا قضية التعلم. جميل، أنا راح أقف عند هذه النقطة اللي هي نقطة الغرب اللي ساهمت بشكل كبير في جانب تشويه التعدد. أفتح مجال أيضا لاتصالات المشاهدين، معنا أبو خديجة من الجزائر، تفضل أبو خديجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكركم على هذا البرنامج النافع. الله يسلمك، تفضل يا أبو خديجة. أريد أن أقول للشيخ أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله، وأسأل الله عز وجل أن يجعلك من العلماء الراسخين في العلم، آمين، العاملين به، آمين، مثل الشيخ عبد العزيز بن باز أو الشيخ العثيمين رحمهم الله. آمين، جزاك الله خير يا أخي، وحفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أبو خديجة، أعتقد الموضوع يعني ناسبك كثير أبو خديجة. هذه الدعوة شكلها جاءت من وراء الموضوع. طيب عموما نرجع لنقطه تشويه التعدد، ما احنا ذكرنا ثلاث نقاط، اول شيء النماذج السيئه، النماذج السيئه في الواقع الاعلام والغرب الذين شوهوا، نعم، هذه القضيه وهذه السنه النبويه، شوهوها من خلال هذه المحاور الثلاثه الكبرى. قضيه النماذج الواقعيه السيئه في الواقع، ان الانسان عندما يسيء لا يسيء الى نفسه، يسيء الى الشريعه التي ينتمي اليها، الدين الذي يحمله. الامر الثاني هو وسائل الاعلام من خلال المسلسلات والتمثيليات والافلام، في الحقيقه جاءت للناس بكثير من النماذج السيئه، واصبح عند الناس قناعه تامه ان الذي يعدد على زوجته معنى هذا انه ظلمها، وانه اخذ حقها، وانه اعتدى عليها، وان النتيجه الحتميه لهذه القضيه تشرد الاولاد، فساد الحياه الاسريه، انتهاء الزوجيه بينهما، فاصبح الناس يخافون ويرهبون. القضيه الثالثه والمحور الثالث اللي هو الغرب، هذا الغرب بمكانته الإعلامية والسياسية استطاعت فعلا أن تؤثر، ومع الانفتاح أعتقد الجيد ساهم بشكل كبير بنقل الصورة عندنا بطبيعة الحال، بطبيعة الحال. مع أني أنا أقول يا أخي الكريم، الغرب الآن يدعي النصرانية، يدعي أنه نصراني وأنه مسيحي كما يقولون. طيب الشريعة المسيحية النصرانية يعني أبانت عن جواز هذه القضية، وأن الأنبياء فعلوها، فلماذا لا يقروا ما فعل أنبياؤهم؟ جميل. طيب خلينا افتح مجال للاتصالات مره اخرى شهاب لطيف، برضو ننتقل لنقطه ثانيه لعلي ان شاء الله نقولها بعد الفاصل، بعد الجزء الاول من هذه الحلقه. ام احمد من الجزائر، تفضل يا ام احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، وسهلا ام احمد.
اهلا بك. حبيت نشكر الشيخ لانه صاب رعد، يعني ان شاء الله يجعله ديما من موفون بعهودهم. بارك الله فيك. انت يا اختي ام احمد اللي اتصلتي الاسبوع اللي فات؟ انا هو اي انا. الله يعينك. النساء اليوم نعم. باتون يدعون عليك. اريد ان اسال يعني بضعه اسئله ومن فضلك جاوبني عليهم لانهم يعني طيب. علامات استفهام كبيره في عقلي. طيب تفضلي. اول سؤال، هل يجب اعلام المراه الاولى بمساله التعدد ولا لا؟ وهل يجب موافقتها؟ هل يمكن ان ترفض رفضا باتا يعني مش مساله التعدد؟ وهل يمكن ان تشترط ان لا يتعدد عليها زوجها يعني قبل الزواج؟ وكيف تكون العدل بين الزوجات؟ انا قريت مره في كتاب واريد يعني نعرف النقطه هذه. السؤال الاخير يا سعيدي ما سمعت حتى السؤال الاخير. السؤال الاخير انه انا قريت في كتاب انه العدل يكون في المبيت، يعني يوم هيك ولا يوم هيك ولا يعني حسب التوزيع في النفقه، بس مو شرط في الوقت. هل هذا صحيح ام لا؟ طيب. إذا مال الزوج مع الأولى أو مع الثانية، موقف المرأة الثانية ولا الأولى يعني حسب الحالة، وكيفية التعامل مع هذا المال. نعرف يعني إنه المرأة محتاجة النفقة، الرعاية، الاحتياجات مادية ومعنوية. طيب. ما يلبيهاش زوجها هذه الاحتياجات، كيف تتعامل مع هذا الوضع؟ طيب. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله محمد. شكرا لك. في شيء أخير ولا؟ نعم. في شيء أخير بتذكري؟ طيب عموما شكرا يا محمد، يعطيك العافية. ما شاء الله سألت أكثر من سؤال، هذه يبغى حلقة كاملة. لكن إن شاء الله نحاول أن نجيب على هذا أو هذه الأسئلة. لكن استاذنك الشيخ عبد اللطيف في هذا الفاصل، ثم أعود أيضا لأسئلة محمد، وبعد ذلك أيضا الموضوعات الباقية في التعدد بين الزوجات. إذا مشاهدينا الكرام فاصل قصير، ثم نعود من جديد معكم في برنامجكم أسرتي. كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار. الخطبة أولى خطوات الزواج ومقدماته، وقد حث الشرع على تيسيرها، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها. والمرأة التي يجوز خطبتها هي غير المتزوجة وغير المعتدة وغير المخطوبة، والتي ليس بها مانع من موانع النكاح من الخاطب، ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة أو من طلاق رجعي أو بائن. وأما التلميح بإبداء الرغبة في الخطبة فمباح إلا الرجعية، فلا يجوز التلميح لها. قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. ويستحب للخاطب النظر إلى المخطوبة، لقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة: وقد ذكر له امرأة أراد خطبتها، اذهب فانظر إليها، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. وقد ذكر الفقهاء لجواز النظر إلى المرأة المخطوبة شروطا، منها أن يكون الخاطب عازما على الخطبة، أن يغلب على ظنه الإجابة، أن يكون النظر بلا خلوة، أن يكون مقصده الاستعلام لا الاستمتاع، أن ينظر إلى ما يظهر غالبا كالوجه والكفين، ألا تكون المرأة متبرجة أو متطيبة، ونظر المخطوبة إلى خاطبها كحكم نظره إليها. ويجوز للخاطب تكرار النظر إذا لم يكتفي بالنظرة الأولى، فإذا اكتفى بالأولى لم تجز له الثانية. ولا يجوز للخاطب مصافحة المخطوبة، ولا مسها، ولا الخلوة بها، ولا الخروج معها، لأنها قبل عقد النكاح لا تزال أجنبية عنه. وتحرم خطبة الرجل على خطبة غيره بغير إذنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. ولا يترتب على الخطبة حق للخاطب غير أنه مقدم في النكاح على غيره،
فإذا فسخت الخطبة فإن للخاطب أن يسترد ما قدمه من هدايا، لأنها في حكم المهر أو هبة لأجل إتمام الزواج ولم يحصل، ولكن الأفضل ألا يستردها، خاصة إذا كان الترك من جهته. وينبغي للولي أن يحرص على تزويج الكفء متى تقدم للزواج، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار. حياكم الله مجيد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم أسرتي، وفي حديثنا فيها عن التعدد بين الزوجات، وللحديث أيضا مشاركة منكم من خلال الأرقام التي تظهر لكم تباعا في هذه الحلقة. رحب مجيد بضيف أسرتي الشيخ عبد اللطيف بن هاجي سلام. حياك الله أبو حمزة. سلمك الله وبارك فيك. حياك الله. طيب قبل نرجع برضو لأجوبة المستمعين نأخذ هذا الاتصال من محمد من السعودية. تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سهلا. هل يمكن الشيخ؟ يسمعك الشيخ تفضلي. الوالد مطلق الوالدة، هل يجوز لها أن تخرج توه يعني تطلع؟ طيب أحكام المعتدة. طيب واضح السؤال، تسمعني إجابة إن شاء الله. شكرا يا محمد. طيب أرجع لأسئلة أم أحمد، ما شاء الله سألت أكثر من سؤال، أعتقد أنها أسئلة مهمة ذكرتها. أول شيء، هل يجب إعلام الزوجة الأولى بزواجها وموافقتها كمان؟ بطبيعة الحال المرأة لن يكون هناك امرأة موافقة إلا ما ندر، طبيعي، هذا شيء طبيعي. يعني المرأة لن ترضى به ولن تقتنع به ولن تحب أن يكون زوجها معتدياً عليها، هذا شيء جبلي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل إلى أم سلمة رضي الله عنها بعد وفاة أبي سلمة، وأرسل عليه الصلاة والسلام يخطبها، وأنا أقول مجرد أن فكر فيها عليه الصلاة والسلام هذا شرف عظيم، فقط مرور صورة أم سلمة، اسم أم سلمة عليه الصلاة والسلام، هذا شرف لها كبير، مجرد التفكير فقط فيها. فردت قالت: ما مثل رسول الله يرد صلى الله عليه وسلم، لكن لي عليه ثلاث. مين اشترط على مين؟ قالت: لي عليه ثلاث، الأولى أني امرأة مصبية عندي صبية، والثانية أني امرأة كبيرة في سني، والثالثة امرأة غيرة لا أحتمل غيري معي، يعني أبغى أكون وحدي ما يكون معي أحد من النساء. فرد صلى الله عليه وسلم: أما أولادك فأولادي، وأما سنك فرضيت، وأما غيرتك فأسأل الله أن يذهبها. فدعا لها صلى الله عليه وسلم وتزوجت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت أما للمؤمنين وزوجا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشرفها الله بهذا النسب الكريم الشريف. فأنا أقول ما يعقل ولا يقبل أن امرأة توافق أو موافقة أن زوجها يعد لها، هذا في الغالب يعني لا يكون إلا ما ندر، ما ندر، لأن النساء لديهن مفهوم، المفهوم يقول بأن الزوج ما دام فكر في التعدد إذن هو لا يحبك، وهذا مفهوم خاطئ 100%. يعني من أحب النساء إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالإجماع عائشة، خديجة وبعد أن ماتت خديجة عائشة رضي الله عنها. لا تبارى ولا تجارى عائشة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. من الرجال أبوها، حتى لم يقل أبو بكر، إنما نسب أبا بكر إليها، يعني أبوها، من شدة حبه لها، بل يقول لفاطمة الوضع المبارك نطفة الطاهرة رضي الله عنها وأرضاها: يا فاطمة أو تحبيني؟ قالت: بلى. قال: فأحبي هذه. من لوازم ومقتضيات محبتي أن تحبي من أحب، عائشة. إذن أحب النساء إلى قلبه عليه الصلاة والسلام عائشة، ومع ذلك تزوج عليها، تزوج عليها مرارا وتكرارا، ربما أكثر من 7 من النساء. أولا تزوج خديجة ولم يجمع مع خديجة من النساء أحد حتى ماتت رضي الله عنها، ثم تزوج بسودة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها، يعني في وقت يصير قريب من بعض. عائشة كانت البكر، وسودة رضي الله عنها كانت الثيب. ثم بعد ذلك عدد صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا وزاد في النساء على عائشة التي هي أحب النساء إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام. فالمفهوم هذا موجود، أنه ما دام زوجي فكر في التعدد أو يريد أن يعدد أو يأتي بزوجة، معناته أنا لا قيمة لي، لا اعتبار لي، لا مكانة لي في قلبه، وهذا مفهوم خاطئ جدا. جميل. طيب قبل ما نرجع أيضا لإكمال بقية أسئلة محمد، أخذ اتصالين معنا. أم حفصة من المغرب، تفضل أم حفصة. أم حفصة تفضل، أنت على الهواء.
السلام عليكم يا عليكم شيخ. السلام ورحمة الله. هل يجوز يعني هل من شروط التعدد أن يتوفر الزوج على سكن إضافي أو دخل مادي مريح كي يعدد؟ جميل. طيب واضح السؤال، إن شاء الله نجيبها عليك. شكرا حفصة. أيضا اتصال آخر من محمد من السعودية، تفضل يا محمد. السلام عليكم. والسلام ورحمة الله وسهلا. شيخ عبد اللطيف كيف حالك؟ مرحبا وأهلا وسهلا. مرحبا بك، الله يحفظك. سؤالي هو الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أفتى بكفر، أذكر هذه الفتوى أنه كفر المرأة التي تكره التعدد. الآن بالنسبة للفرق، يعني هل هناك فرق بين كره التعدد وبين عدم رضا التعدد؟ وجزاكم الله خيرا. طيب تسمع إجابة إن شاء الله محمد، شكرا لك. طيب أرجع لمحمد، برضو ذكرت جانب، هل يشترط أن أو جانب العدل في المبيت، العدل في المبيت أم الوقت؟ العدل يقتضي أمور. أولا المبيت لا بد أن يعدل فيه. جميل. فكل واحدة لها ليلتها، سواء ليلة ثم ليلة للأخرى أو ليلتين هنا وليلتين هنا، كيفما يتفق معهن حسب الاتفاق. أهم شيء هناك يكون في عدل، لا بد أن يكون هناك عدل. يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان في كل ليلة يبيت عند واحدة من نسائه، يجتمعنا رضي الله عنهن في بيت التي هو في ليلتها، ثم يتفرقنا ويبقى صلى الله عليه وسلم في بيت في ليلتها. حتى في مرض موته صلى الله عليه وسلم، من عدله وتمام حكمه صلى الله عليه وسلم وقصاصه المستقيم أنه كان يحمل بين الرجال، يهادى بين الرجال حتى ينقل من بيت إلى بيت، وكان يقول أين أنا غدا أين أنا غدا، يعني يريد بيت من؟ أيوة. يريد بيت عائشة، لكن نعم. ما يستطيع أن يفتأت على حقوق الأخريات. فاجتمعنا النساء فرأينا وتشاورنا فيما بينهن أن يمرض في بيت عائشة، وهذا الذي كان، مات في بيتها وفي ليلتها وبين سحرها ونحرها باتفاق النساء جميعا، وكان هذا من منة الله على عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فانظر إلى عدله. فالمبيت هذه قضية محسومة. الأمر الثاني النفقة، النفقة يعدل في النفقة. لا يعني عدل النفقة أن يكون في هذا البيت مثلا 10 ريال وهنا 10 ريال، لأنه هنا ممكن عدد البيت مثلا هناك أولاد 3 4 وهنا ليس هناك إلا الزوجة أو ولد. ليس معنى هذا هنا 10 وهنا 10، لا، يكون المستوى الاجتماعي المستوى في الإنفاق متساوي. هناك مساواة وليس عدل. مساواة يعني مساواة بين الحالين. يعني ينفق هنا مثلا على عدد الأسرة، ينفق هنا على عدد الأسرة، لكن الحالة الاجتماعية متساوية، لا يميل هنا ولا يميل هنا. يعني احتياجات هنا تسد وهنا تسد. نعم نعم. بالكثرة أو بالقلة. نعم. سألت الأخت الكريمة أيضا السؤال الأخير جانب الميل، إذا مال لزوجة قضية الميل العاطفي الحب. هذه ليست بيده، يقول الله عز وجل ويقرر هذه الحقيقة ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذا لا يمكن يكون. الميل العاطفة القلب، أنت ما تملك قلبك، إنما سمي القلب قلبا لكثرة تقلبه كالريشة في مهب الريح، ما يحاسب لكن يحاسب على أفعاله تصرفاته. العدل في المعاملة هذه قضية مهمة جدا، هذه قضية العدل، ما يبخل هنا ويجود هنا، ما يصرخ هنا ويضارب ويصارع وهنا يأتي بالحنان والإحسان، يجب أن تكون معاملة متساوية بين الجميع، ينهلون من خيره وهنا ينهلون أيضا من خيره. جميل. لكن قضية العدل القلبي الداخلي النفسي هذا غير، الإنسان لا يحاسب عليه لأنه ليس في يده أصلا. يحب فلانة أكثر من فلانة، لكن التعامل يجب أن يكون فيه عدل. جميل. طب أخذ الأسئلة بشكل سريع ونجاوب عليها بشكل سريع عشان بقي معنا كثير من الموضوعات. محمد ذكرت جانب المطلقة، الخروج يعني. مطلقة لا مطلقة، أمها توفت، أرملة، أرملة أو أرملة، عفوا. أيوة ذكر أيوة. أنها أرملة. أيوة. أيوة. إذا يجوز لها الخروج في النهار للحاجة التي تريدها، تذهب للمستشفى، تذهب مثلا لزيارة مريض، تذهب لحاجة تقضي عملها مثلا، تذهب في النهار، لا تكون متزينة ولا متطيبة، لا يمنع أن تخرج في النهار لحاجتها ثم تعود سريعا بعد أن تقضي هذه الحاجة. هناك بعض الأشياء الناس يتشددون فيها، قضية أن ما تكلم بالهاتف، الشمس ما تقع عليها، ما تخرج فوق سطوح المنازل، كل هذه ليست من السنة في شيء، ولا يعضدها الدليل مطلقا. محمد سعيد المعتدة لا تتزين، لا تتزين، لا تتحلى بزينة، لا تتطيب، لا تخطب، لا تخرج من بيتها إلا لحاجة. جميل. طيب محمد بن سعدي ذكر هناك فرق بين الكره، أي طبعا هذه الحكم. قضية ذكرناها في البداية، وهي قضية أنه الإنسان يكره التشريع، أصل التشريع، ويرى أنه ظلم وحيف، هذا لا شك أنه خطير جدا. وذكر أخي محمد يعني نس أسند كلام للشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وهناك بعض الأدلة تعضد هذا القول، وهي قضية ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل فأحبط أعمالهم.
يعني كره ما أنزل الله يحبط العمل يهلك الإنسان في الدنيا والأخرى. فلا يكره الأصل التشريع أو يظن أنه ظلم وجور في محاباة للرجال أو ظلم للنساء، لكن المرأة لها الحق ألا تريد ذلك لنفسها، هذا حق لها. جميل. تكره أن تكون أن يكون زوجها يعني يعدد عليها، هذا حق لها، لا تلام عليه، لا تثرب عليه، وإن كان الأفضل والأكمل لها أن تصبر وأن تحتسب وأن تفوض الأمر لله عز وجل وأن تحب لغيرها من النساء ما تحب لنفسها، لكن لها الحق أن تكره هذه القضية، أن تقع عليها هي، لا أن تكره أصل التشريع. جميل. طيب آخر سؤال لأم حفصة من المغرب، ذكرت هل يجوز أن يكون هناك للرجل دخل إضافي حتى يستطيع أن يتزوج؟ لا، هنا نأتي إلى شروط شروط التعدد. التعدد يا أخي الكريم ليس مباح الإطلاق، هناك شروط شرعية لابد من توفرها. أول شرط غلبة الظن بالعدل، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. لو ظن الإنسان أو غلب على ظنه أنه لن يحيف وأنه يعرف من نفسه أنه إنسان ربما يجور، فهنا يحرم عليه حتى لا يأثم ولا يظلم. هذا الشرط الأول، غلبة الظن بأنه سيعدل بين نسائه. القضية الثانية يا أخي الكريم، النفقة يجب عليه أن يكون عنده قدرة على الإنفاق على زوجته الجديدة، يعني لديه قدرة على الإنفاق. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فيجب عليه أن يكون عنده النفقة. القضية الثالثة، أن يكون عنده الباء والقدرة على إعفاف زوجته. بعض النساء يعتقد قضية التعدد قضية إثبات رجولة أمام الناس، أو ربما يدخل تحدي مع بعض أصحابه بالفعل. أو ربما يراها أنه وجهة اجتماعية ولا يكون لديه القدرة على قضاء الوطر من نسائه جميعا. هذه قضية في غاية الخطورة وفيها ظلم وحيف وجور. نساء أو بنات المسلمين ليسنا لعبة عند الرجال، يعني لا يحق للرجل أن يتزوج فقط مناكفة لأصحابه أو تحدي لأقرانه أو إظهار أنه يعني وجهة اجتماعية ويستطيع أو يفعل أو يعمل. هذه قضية خطيرة يا أخي الكريم. فليرضى لبنات المسلمين ما يرضى لبناته. جميل. طب خلينا نرجع في مسألة سألت عن الأخوة، قضية أخت الكريمة، هل يجب العدل في الوطء؟ لا يجب. لا يجب، ليس بواجب. طيب المبيت واجب لكن الوطء ليس بواجب. جميل. طيب خليني أرجع أيضا لبعض، لكن الإعفاف واجب. الإعفاف في فرق بين أيوه، يعني هناك المبيت واجب شرعي، يجب عليه يعني أن يبيت في بيتي التي هو في ليلة الكريمة، سد الحاجة. القضية الثانية، لا يجب الوطء، لا يجب الوطء. الشيء الثالث، يجب الإعفاف. يجب عليه أن يعف نساءه جميعا، وإلا لا يجوز له أن يعرضهن للفتن. جميل. طيب احنا ذكرنا قبل اتصالات المستمعين عن جانب لماذا شوه التعدد، ذكرنا ثلاث نقاط نعيدها بشكل سريع، اللي هي النماذج السلبية. نعم. اللي شوهت التعدد، وأيضا الإعلام، والأخيرا الغرب بفرضه لبعض الشرعيات المحرمة. أرجع إلى سؤال مهم لعله يتبادر لجميع الأذهان، لماذا شرع الله التعدد؟ جميل، هذا سؤال مهم. هذا سؤال مهم، لماذا الله سبحانه وتعالى يعني أباح هذه القضية للرجال؟ أولا يا أخي الكريم، لابد أن نوقن جميعا أن الله تبارك وتعالى حكيم في تدبيره وتقديره وأحكامه سبحانه وتعالى، ولا شك أن لهذا أثر كبير في حياة الناس. نعم. من الفوائد، من الثمرات الجميلة للتعدد، مكاثرة هذه الأمة. نحن مطالبون بمكاثرة هذه الأمة، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. نعم. فيجب علينا أن نسعى في تكثير أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا مطلب شرعي ولا يتحقق في الغالب إلا بالتعدد. فالإنسان إذا تزوج بأكثر من زوجة لديه فرص أكثر في تكثيف وتكثير النسل. القضية الثانية يا أخي الكريم، أنه المرأة يمر بها في حياتها بعض أطوار تمر بها، كالنفاس، كالحيض. يعني في النفاس تجلس ربما 40 يوما، زوجها يمنع منها. في الحيض الدورة الشهرية زوجها يمنع منها. قد يمر بها حالات أو أعراض. في هذه القضية الرجل إذا خشي على نفسه من الوقوع في الفاحشة والحرام، فهنا يمكن أن يكون له مخرج شرعي بالتعدد والزواج. المرأة، جبلة المرأة، طبيعة المرأة، تكوين المرأة، الله هيئها لهذه القضية، الله هيئها لأن تكون تقبل هذا التعدد. لكن نفسيا ربما المرأة تكره أن يكون لها هذا التعدد. ومن أعجب الأشياء التي قرأتها في هذه القضية، أن بعض النساء يقول ما دام الله أباح للرجل أن يعدل فلماذا لا يبيح له النساء؟ في الحقيقة لا يمكن أن يكون عقلا فضل أن يكون ذلك شرعا. الآن يا أخي الكريم، لو أن للمرأة أكثر من زوج، طبيعة المرأة لا تحتمل هذا، طبيعة تكوين المرأة، فسيولوجية تكوين المرأة لا تحتمل هذا أصلا. الأمر الثاني يا أخي الكريم،
سيحدث هناك من اختلاط الأنساب ما الله يعلم. لو كان المرأة أكثر من زوج ووقع عليها الوطء من الأزواج وحملت هذه المرأة، من أبوه؟ من أي زوج؟ من أبوه؟ نعم. ينسب إلى من؟ سيحصل هناك كثير من الاختلاط في الأنساب، وبالتالي الكثير من الاختلاط في الإرث والتركات وغير ذلك والحقوق، فهو غير مقبول، غير مقبول ولا يعقل ولا يقبل أصلا. لذلك الله شرعه للرجال لأنه في ثمرات للرجال، في نفع للرجال وفي نفع للمجتمع بصفة عامة. أخي الكريم، الآن كم من أرملة وكم من مطلقة وكم من عانس تتمنى والله وترضى أن تكون يعني زوجة ثانية، للزوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة، يعني يمكن أن ترضى بهذا. الآن يا أخي الكريم، في إحصائيات يعني مستقرة في أغلب الحال العالم، النساء أكثر من الرجال، الواقع يشهد بهذا، النساء أكثر من الرجال. طيب لو قلنا أن كل رجل يتزوج فقط بامرأة واحدة ولا يجوز له أن يتزوج عليها بغيرها، لبقي الكثير. طيب الآن تزوج الرجال بالنساء، طيب الباقي هذا من النساء ما نفعل بهن؟ الآن إما أن نحرق هذا القسم الزيادة، وإما أن نسمح لهن بالفجور والعهر، لأن هناك حاجة فطرية جبلية جعلها الله فيها. شهوة المرأة هذه قضية الله ركب ذلك في المرأة، وهو من كمالها، من كمال المرأة، وبذلك تستقيم الحياة. لو أن الله خلقنا بدون شهوات إذن لانتهينا من آدم عليه السلام، ولما تكاثرت الأنسال والأجيال وتعاقبت الأمم. لكن الله ركب هذه الشهوة في الإنسان، في الرجل والمرأة، وسيرها في مسارها الصحيح، في مجراها الصحيح، تحفظ به الأنساب والأعراض، وبالتالي تتكاثر به الأمم والعوائل والقبائل. نعم. طبعا أستاذ أنك شيخ عبد اللطيف في هذا الفاصل، بعد فاصل أيضا أعيد لأستكمل بعض الموضوعات المهمة نختم فيها بجانب فوائد التعدد والسلبيات. إذن فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ثم نعود معكم في الجزء الأخير من هذه الحلقة من برنامجكم أسرتي. كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار. لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء، ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه، فقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية، وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين. ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن. ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع، مما أكسبها قيمة واعتبارا واحتراما لا مثيل له في المجتمعات الأخرى، كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين، وبأنهم إنما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الأندلس. يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد: إن الشعراء من المسلمين، هم الذين علموا مسيحية أوروبا عبر أسبانيا احترام المرأة. فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير، وفي التربية على الدين والخلق دور كبير، وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات. وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا. وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال: إنما النساء شقائق الرجال. كنور السلام أتت أسرتي
لتجلو الظلام وتمحو الغب. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم أسرتي، وفي حديثنا فيها عن التعدد بين الزوجات. يمكنكم أن تشاركونا في هذه الحلقة من خلال رقم التواصل التي تظهر لكم تباعا في ثنايا هذه الحلقة. رحب أيضا بضيف أسرتي الدائم الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي. حياك الله أبو حمزة. سلمك الله، أهلا ومرحبا بك وبإخواني وأخواتي. الله يرضى عليك. طيب خلينا نرجع برضو إلى جانب مهم بعد ما ذكرنا لماذا شرع الله التعدد وحكم التعدد ومن شهوة التعدد وغيرها من النقاط اللي كانت في هذه الحلقة، نرجع إلى الفوائد المهمة. ما الفوائد اللي ممكن الواحد يجدها من التعدد سواء من الزوجة أو الزوج؟ انتم الرجال ما شاء الله تبغون الفوائد. لا راجعين لك في السلبيات ان شاء الله. لا اشك، ذكرنا ان هناك يعني من خلال الاحصاءات الاستقرائيه للواقع المجتمع المسلم وجدوا ان الرجال اقل من النساء، فالرجال تفنيهم الحروب والافات والمهلكات والسيارات والحوادث وغير ذلك. فالواقع ان النساء اكثر من الرجال. لو ان قلنا فقط يباح للرجل ان يتزوج بامراه واحده فقط، طيب الزياده من النساء ماذا يفعل بهن؟ ماذا نفعل بهن؟ الشهوة موجودة والرغبة في أن يكون لها زوج يعفها يصونها يكون عونا لها على نوائب الدهر، تستند إليه في الحاجات والملمات. جبلة الله عز وجل جبل المرأة أن تكون يعني محتاجة للرجل، وكذلك الرجل جبله الله على احتياج المرأة. هذه جبلة كونية، بل هو من آيات الله عز وجل ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات. فهذا من آيات الله العظام التي بها تستقيم حياة الناس وتستمر الأجيال والأنسال إلى يوم يبعثون. إذن هؤلاء النساء اللاتي لم يتزوجن، العوانس ما زالت لم تتزوج، طيب ماذا نفعل بهن؟ أليس لها الحق أن يكون لها زوج؟ طيب ربع زوج أحسن من لا زوج، نص زوج أحسن من لا زوج، ثلاثة أرباع زوج خير لها من أن لا يكون لها زوج، صحيح ولا لا؟ بالفعل. إذن يعني الآن هناك كثير من المطلقات مثلا تزوجت بزوج يعني استحلت الحياة الأسرية بينهما ثم طلقت، هل يحكم عليها بأن تبقى هكذا مطلقة بلا زوج حتى تموت؟ وهي محتاجة لأن يكون لها زوج يعينها على نواب الدنيا وتستقيم به الحياة وتقضي وطرها فيما أحباها الله عز وجل، هل نحكم عليها فقط تبقى هكذا تنتظر المنية حتى تموت؟ طيب مات عنها زوجها يمكن في أول أيام الزواج، في أول أيام الزواج في يمكن في كما يقولون في شهر العسل مات عنها زوجها، ما زالت شابة فتية قوية ثم مات عنها زوجها، نقول يمنع عنك التعدد، انتهت القضية، فرصة واحدة وضاعت. هل هذا ظلم ولا حيف ولا جور ولا عدل؟ لا شك أنه ظلم لها، افتئات على حقها أن يكون لها لا أقول ربما زوج كامل وإن كان ذلك فحسن، لكن ربما ترضى بأن تكون زوجة لزوج متزوج قبلها بواحد أو بثنتين أو بثلاث. إذن هناك ثمرة كبيرة فيها حل إشكال كبير جدا يا أخي الكريم. الرجل قد يكون لديه باءة قوية وهذا موجود، فالرجال أقوى في الغالب للنساء. طيب لديه قوة في الباءة وزوجته ما تستطيع أن تقضي وطره كما ينبغي، طيب هل نعرضه هنا للفتن ونقول اقضي هذا الوتر أو هذه الحاجة عندك فيما حرم الله عز وجل عليك، أو أن تبقى هكذا معذبا حتى تموت؟ يمكن في هذه الحالة أن يقضي وتره فيما باح الله عز وجل، وإلا مما يعني من السوء بمكان أن نسمع بعض النساء تقول لزوجها إذا في رأسك شيء روح افعل ما بدالك بس لا تزوج عليه. هذه كارثة، هذه مصيبة كبرى عظمى، هذا ذنب كبير خطير والله. نرجع للتأثير اللي كان في لا شك أن تأمره بالحرام، تقول إذا أردت في رأسك شيء أو تبغى تسوي شيء أو كذا روح سوي ما بدالك في من بدالك، لكن لا تتزوج علي، لأن القضية أصبحت بالنسبة لها ماذا يقول الناس عني، ليس حبا فيه. ربما بعض النساء تكره زوجها هذا، لا تحبه مطلقا، ما تبغى تشوف وجهه، ما يمكن ما تبغى تشم ريحته ولا تشوف وجهه، ما تحبه مطلقا، لكن يتزوج عليها كارثة كبرى، خيانة عظمى. والله البعض من النساء تعتبرها خيانة عظمى، لذلك ربما تسمح لزوجها بالسفاح ولا تسمح له بالنكاح. ترضى أن يذهب إلى المومسات أجركم الله وأكرمكم جميعا، ولا ترضى أن يذهب إلى زوجة صالحة يعفها ويعف نفسه ويكاثر بها أمة الإسلام. جميل، خلينا نرجع برضو لاتصالات المشاهدين. معنا أم علي من السعودية، تفضل يا أم علي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وسهلا. إيه عندي سؤال، مثلا
أنا أول أبوي كان بغى يتزوج بس أمي ما خلته يعني، قالت يعني كيف ما أبغى إلا تطلقني. وبعدها ما تزوج، وبعدها عاش معاها يعني لين وقت بعدها تعبت وزي كذا. وبعدين يعني احنا الحين ما عندنا لا اخوان ولا شيء، فانا كل مره اقول ليتها خلته يتزوج، كان الحين معانا اخوان وزي كذا. يعني فانا اقول افضل التعدد يعني احسن، لون كل مره تخلي زوجها يتزوج اربع وذا انه يعني ما هو اقل شيء ثنتين كان افضل. انا بريء من رايك يا ام علي. يعطيك العافية ام علي، شكرا يا ام علي، يعطيك العافية. هذا شيء غريب يعني ولا موجود الان يا اخي الكريم؟ لا والله الان موجود، هناك قناعة الان بدأت تتكاثر عند كثير من النساء ولله الحمد منا، لكن يرين التعدد حلا. صح، وهذا مثال يعني، هذا مثال، هذا مثال والحاجة. وانا اقول يا اخي الكريم، هل للمرأة ان تمنع زوجها من التعدد؟ يعني تقف في وجهي تقول لا، اما ان تطلقني او تعدد علي، هل يحق للمرأة هذا؟ إلى وصلت المرأة إلى هذا الحال. أنا أقول يا أخي الكريم، المرأة التي علمت من حالها أنها لن تصبر مطلقا، وأنها ربما تظلم وتحيف وتقصر في حق زوجها، فيحق لها أن تطلب الطلاق، أن تخالع زوجها. يحق لها شرعا أن تخالع زوجها، لأنه غلب على ظنها أنها لن تصبر ولن تحتمل وستستحيل الحياة الزوجية بينها وبين زوجها، وستظلمه في كل حقوقه، وربما تصادر كل ما أوجب الله عز وجل عليها نحوه. هنا يجوزها في هذه الحالة أن تقول خالع، تخالع نفسها، تفتدي نفسها. لكني أنا أقول، لماذا لا تعتبر المرأة هذه القضية قضية التعدد قضية رزق؟ لو كتب لزوجها أن يتزوج والله سيتزوج. قضية التعدد قضية رزق، إن كتبه مولانا سبحانه وتعالى فقد كتبه قبل أن نخلق في هذه الحياة الدنيا. لما لا نأخذ هذه القضية بإيمان راسخ بأن هذا قضاء وقدر؟ جميل، كتبه الله، وما كتب الله عز وجل سيكون. إذن هذه قضية أيضا إيمانية، تحتاج الإنسان يصبر على القضاء خيره وشره، وإيش وحلوه ومره. هنا البلاء، البلاء الأعظم يا أخي، أن تبتلى بأشياء لا تحبها. أنا أقول للمرأة هذا ميدان عظيم للبلاء، ميدان كبير للاختبار للمرأة، فلتري الله عز وجل منها خير. يعني لو أنها صبرت واحتسبت وفوضت أمرها لله عز وجل واقتنعت بحياة زوجها، وأن زوجها بهذا الحال ربما يكون خير لها، يأتيها من يعينها على زوجها. بعض النساء والله تتعب من ضيوف زوجها، تتعب من ملابسه، تتعب من 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 خدمته وطلباته وربما من حتى من بعض سوء خلقه. طيب تأتيها واحدة أخرى تشاركها في هذا الهم، تعينها على هذا الزوج، تأخذ شيء من خدماته ومن ما يمكن أن يكون في ذلك تعب وإرهاق عليها. هذا واقع. بعض من النساء بالنسبة لها عندما فكر زوجها أن يعدد عليها، قضية بالنسبة لها قضية مصير، إما أن تكون أو لا تكون. وعندما أرغمت على ذلك وتزوج زوجها عليها، وما هي إلا شهور أو دهور، وإذا بها تقتنع أن الحياة طيبة، استمر العيش، دامت العشرة، ولزوجها في قلبها الحب والمودة والصفاء. وكم وقع هذا في حياة الناس؟ تعتقد المرأة أنه قضية التعدد بالنسبة لها كارثة عظمى، لن تصبر معها، لن تحتملها، تذهب إلى أهلها شهر شهرين ثم تفكر وتقدر، زوجي ما رأيت منه إلا خيرا، أولادي هل أسمح لهم أن يضيعوا وأن يتفلتوا في الشارع دون أن أكون رعية لهم؟ ومن العجائب أن بعض النساء لا ترضى أن زوجها يعدد عليها ومعها منه أولاد، ثم بعد ذلك تطلب الطلاق وتستحيل الحياة بينها وبين زوجها وتذهب إلى بيت أهلها سنة سنتين، ثم تشعر بالوحدة والوحشة. المرأة لابد أن تكون في كنف زوج، ربما إخوانها يعيشون عالم آخر كل مع زوجته، ربما والدها كان حيا ومات، أو ربما اشتغل بغيرها. طيب ماذا تفعل بعد هذا؟ ربما ترضى أن تتزوج بزوج قد زوج أو معدد، فيا لله في المرة الأولى هدمت بيتها بنفسها وحرمت نفسها من زوجها التي ألفته، نعم، وعاشت معه حين من الدهر، وذهبت لتكون زوجة لزوج آخر وربما أكبر منها في السن، وربما له من السلبيات ما ليس في زوجها الأول. أفلا رضيت بالأول؟
واستقامت الحياة معه وتأقلمت معه وحاولت أن تجعل هذه القضية ميدان للاختبار، ميدان لترويض النفس، ميدان للصبر والاحتساب عند الله تبارك وتعالى. يا أخي الكريم، حتى الهم يهمه له به أجر. الهم يأتيك، الغم يأتيك، الحزن يأتيك، الكآبة تأتيك، الضيق يأتيك، الألم يأتيك، الحزن يأتيك، وتصبر وتحتسب، لا شك أن هذه عبادة يقربك الله عز وجل به من الزلفاء. فإذا أنا أقول يا أخواتي الكريمات، هذا ابتلاء، نعم ابتلاء، اختبار، نعم اختبار، شيء تكرهه النفس عند الكثير من النساء، نعم، لكني أقول اجعله ميدان للابتلاء، ميدان للصبر، ميدان لأن تري المرأة من ربها خيرا وأن تحسن إلى زوجها، فإنها إن أحسنت إلى زوجها وطاعت ربها فازت والله في الدنيا والأخرى. نعم جميل. احنا بقى معنا 3 دقائق نختم فيها هذا الموضوع. سلبيات، إذا كانت في أبرز السلبيات وممكن تعالج إذا كانت لا شك سلبيات. هناك نعم. كثير من الأزواج للأسف، وأنا أقول بكل مرارة وبكل حسرة، يسيء إلى قضية التعدد بسلوكه وتصرفاته، إما أن يحيف وإما أن يجور. وقد قال صلى الله عليه وسلم من كان له امرأتان ومال إلى إحداهما جاء في يوم القيامة وشقه ساقط، وفي رواية شقه مائل، لأنه جار ومال، فيأتي في يوم القيامة والجزاء من جنس العمل، يأتي في يوم القيامة وقد فضح على رؤوس الأشهاد لأنه مال إلى أحد الزوجتين. إذا لابد من العدل، لابد أن يحسن إلى زوجتيه، لابد أن يحسن إلى هذه المرأة التي صبرت على هذا الجرح في قلبها. يعني الرجل إذا فكر أن يعدد، يا أخي الكريم لا تفتئت على حق زوجتك، لا تشينها، لا تعيبها عند الناس. لو بعض الزوج يعني لماذا عدت؟ قال زوجتي الأولى سيئة وقبيحة وقصرت معي. يا أخي أمسك عليك لسانك. كن كذاك الرجل الذي عندما سئل عن زوجته وبينه وبينه مشاكل وخصومات قال زوجتي ما كنت لأفشي سر زوجتي، وبعد أن طلقها واستحالت الحياة بينهما سئل عنها كيف فلانة، قال امرأة أجنبية وما كان لي أن أتكلم عن امرأة أجنبية. وفاء وصفاء في الحالين، فلا يليق برجل يفكر في الزواج أو يريد أن يبرر لنفسه أن يعيب في زوجته أو أن يجرح فيها أو أن يخدش في كرامتها أو أن يفتري على الكذب أو حتى يبين عن عيبها حتى لو كان فيها عيب. أين الستر؟ أين الستر للمؤمن بصفة عامة؟ فما بالك بمن شاركتك الفراش والمعاش والحياة. فمن السلبيات القبيحة هو ما يمكن يقع من بعض الناس، أنه يتزوج فقط للمباهاة والمفاخر، يتزوج لإظهار الرجولة وأنه يقدر ويستطيع ويفعل، أو للنكاية بزوجته موقف عابر مر بها فيطلق ويحلف أنه لابد أن يعدد عليها. ما تزوج لحاجة، وإنما تزوج للمناكفة والتحدي والإضرار. يا أخي تتزوج لتضر، تضر الزوجة، لا ضرر ولا ضرار. كيف يليق بك أن تؤذي زوجتك بقضية أنت لا حاجة لك فيها؟ بعض الناس، أنا أقول وأختم بهذه القضية، جميل، ليس كل رجل مهيئ للتعدد، وليسمح للرجال من واقع أعيشه في الخلافات الأسرية، ليس كل زوج يليق به أن يعدد على زوجته. هناك أزواج ضعيفة الشخصية، ما يستطيع يحكم، ما يستطيع أن يعدل بين زوجتين، ولا يدير البيت. أو رجل ليس لديه مال، فقير مدقع، يعني يقصر في النفقة على زوجته الأولى ويريد أن تزوج الثانية. يا أخي الكريم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. يجب عليك شرعا أن تنفق، لينفق ذو ساعة من ساعته. يجب عليك أن تنفق على زوجتك الأولى، فإن كان لك مكنة وقدرة وفائض يمكن بعد ذلك أن تفكر، لكن أنت ما وفيت بالأولى، ما أديت ما أوجب الله عليك مع الأولى، فكيف تأتي بالثانية ولا نفقة لك؟ بعض الأزواج، وأقولها بكل مرارة، هو ضعيف في الباء، ضعيف في التواصل بينه وبين زوجته، ثم يريد أن يظهر للناس أنه قوي وأنه قادر وأنه لا يعجزه شيء، ويريد أن يثبت لنفسه شيء هو أعلم الناس به. هذا في الحقيقة سوءة عظيمة أن يعدد، لأنه سيفشل مع أول ليلة، وسيفضح بين الناس، وسينكشف أولا أمام نفسه، ويصبح في حالة نفسية لا يحتملها الإنسان، ثم بعد ذلك يتفشل وينفضح أمام زوجاته، والناس سيتكلمون وسيزيدون ويربون. لذلك أنا أقول هذه القضية ينبغي أن نأخذها بتسليم، شرع الله، حكم الله، ينبغي أن ننظر للجانب الإيجابي فيه، وإذا طبقناه في حياتنا فيجب أن نستثمره فيما يزيد لنا بالحب والصفاء والنقاء. جميل. ونبتعد عن الحالات السلبية التي يمكن أن تشين، لا أقول للإنسان فقط بل
الشريعة بصفة عامة. جميل. إن شاء الله تحقق تلك المعاني الجميلة التي هي موجودة في جانب التعدد والإيجابيات التي تم ذكرها سابقا. اقتنعت الآن يا أخي صهيب بالزوجة الثانية؟ أنا ما سألت. اقتنعت ومقتنعت؟ ما لي صراحة أنا أدير الحوار ووجه الحوار عشان ما أورط. أنا وأنت هذه الليلة نتحدث إلى غيرنا لكن نحن أبعد ما نكون عنه. كويس خرجتني معك. الله يعطيك العافية يا عبد اللطيف. إن شاء الله ألتقي فيك الأسبوع القادم على خير. شكر الله لك ولإخواني وأخواتي والمشاهدين والمشاهدات، وأرجو الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نسمع ونقول. اللهم شكر لكم أيضا. شكر لكم أنت أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والمشاركة معنا في هذه الحلقة من برنامج أسرة التي تحدثنا فيها عن التعدد بين الزوجات. نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد القادم على خير في تمام 9:30 توقيت مكة المكرمة. حتى ذلك الحين وفي كل حين نستودعكم الله في أمان الله. على الدين تجري تخط المساء وترسم بالصدق وجه النهار، كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار، لتجلو الظلام وتمحو الغبار.